بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم. حكاية التنويم المغناطيسي دي حكاية قديمة قوي، بدأت من 240 سنة على يد طبيب نمساوي اسمه فرانز أنتون مسمر. ده كان طبيب درس الطب في فيينا، وكتب كتاب عن التنجيم وتأثير الكواكب في الإنسان، وهو كان مغرم بأنه يدرس علوم الأسرار الأوكال ساينسز بتاعت زمان ويزاوج بينها وبين العلوم المادية الطبية في عصره، وعمل نظرية اسمها أنيمال ماجنتيزم أو المغناطيسية الحيوانية. و عن طريق المغناطيسية الحيوانية يستطيع الطبيب المعالج انه يشفي امراض كثيرة. يميها كان شايع حاجة اسمها نظرية الاسير ايسر، ودي النظرية اللي عملها العبقري الرياضي اللي هو سير ايزاك نيوتن. وفي النظرية دي بيقول ان الكون مليء بسائل غير منظور اسمه الاسير، سماه الاسير، وهذا السائل بيتخلل كل شيء ويتخلل اجسامنا كمان ويتخلل عقولنا ويتخلل اعصابنا. وعن طريق هذا السائل الغير منظور المخ بيتصل بالاعصاب والاعصاب بالعضلات، واحنا بنأثر في بعض، وممكن ارادة واحد تأثر في ارادة شخص اخر. فصاحبنا اللي هو فرانز أنتون مسمر اللي كان عايش في نفس عصر ايزاك نيوتن وكانوا اصدقاء كمان، استخدم فكرة الاسير وقال لك ان المغناطيسية الحيوانية بتنتقل من شخص لاخر او تؤثر عن طريق هذا الوسط اللي هو الاسير. العلاج بيتم بان الطاقة المغناطيسية، الطاقة الحيوانية المغناطيسية دي أو المغناطيسية الحيوانية تطلع من الطبيب المعالج من خلال الأسير توصل على طول للمريض وتشفيه. وفي باريس بدأ هذا الطبيب العجيب فرانز أنتون مسمر يستعرض التجارب بتاعته على المرضى، وفي صالون اسمه بلاس فاندوم، وكان بيدعي كل الطبقة الراقية الفرنسية يميها. ومن ضمن المدعوين المترددين دايما على صالونه كان سير ايزاك نيوتن نفسه، وايضا الموسيقار العبقري موزار. وفي صالون بلاس فاندوم كان اللي بيحصل بالظبط هو مزيج من الفن والدراما والمؤثرات المسرحية والمؤثرات النفسية. وعن طريقها هذا الطبيب المعالج العجيب كان بيحاول يوصل المرضى إلى حالة من التشنج والهستيريا والصدمة، ويستعمل أساليب المفاجأة والإبهار والرعب. وكان فعلا يعني عدد كبير من المرضى بيشفوا على طريقة الزر الفرنجي، كان نوع من الزر الفرنجي. وفي الأيام دي الموسيقار موزار اللي أصبح معجب بصاحبنا أنتون مسمر فاجئ العالم بأوبرا كوزي فانتوتي اللي هي فيها البطل بتاع الأوبرا حتى سماه بالاسم فرانز أنتون مسمر، وبيعالج بالتأثير المغناطيسي. فطبعا ما تصوروش قد ايه بقى يعني الطبيب المحظوظ ده، هو اللي مين اللي بيشتغل ويعمل له دعاية ويعمل له اوبرا؟ ده مين؟ ده موزار. وبعدين سير ايزاك نيوتن بنفسه بهيلمانه يعمل له فلسفة بتاع الاسير. فطبعا اسم مسمر ده فرقع في اوروبا كلها، وبقى في حاجة اسمها المسمريزم او المسمرية. لكن مع كده يعني هذه الموجة وهذه الموضة لم يقدر لها الاستمرار. وفي سنة 1984 عقد مؤتمر في فرنسا في باريس، حضره بنجامين فرانكلين
والكيمائي لافوازيه ودرسوا الموضوع بتاع مسمر والعلاجات اللي بيعملها في المرضى وحالات الشفاء اللي بيعملها، وقالوا لك ان لا ده هي انتم مسمر بيشفي العيانين عن طريق مؤثرات نفسية وعن طريق إيحاء وعن طريق تخييل، وإن حكاية المغناطيسية الحيوانية دي كلام فارغ وحكاية الأسير كلام فارغ في فارغ. بعد 60 سنة ابتدى يظهر كلمة تنويم، ما كانش كلمة تنويم لسه ظهر. اللي وضع المصطلح بتاع التنويم هو الجراح الإنجليزي جيمس بريد، وطبعا فكرة التنويم هي الإيحاء والاستهواء، يعني حكاية اللي احنا عارفينها كلنا لما تقابل صاحبك وتقول لي ياه انت مال وشك اصفر كده، انت ايه وشك مطبق قوي وصدرك يا انت بتنهج يا خبر، وايه مالك تعال اقعد على الكرسي، ايه دوريني نبضك ده 100 في دقيقة يا نار اسوح وسخن، استنى اجيب لك كوباية مية، اقعد فيغمى عليه بالفعل. اهو ده التنويم. فكرة التنويم المغناطيسي هي نفس الفكرة، هي ان المنوم بيبتدي يقعد الوسيط ويقول له استرخي خالص، سيب نفسك ليا تمام، خلي تنفسك هادي 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 خالص، ايوه دلوقتي ايه انت ايه غمض عينيك، غمض عينيك وسيب نفسك وخلي تنفسك هادي، دلوقتي انا شايف انك انت اكفانك بقت تقيله قوي، بتحاول تشيل تفتح ما انتش عارف تفتح عينيك، اكفانك تقيله خالص خالص، وايديك بقت دراعك تقيل تقيل مش قادر تشيله، لما تيجي تشيله ما تقدرش، وابتدى النعاس يغلبك والنوم، انت نايم خالص دلوقتي ما انتش قادر خالص، انت ما انتش حاسس باي حاجه غير بصوتي انا، اي حاجه حتى دلوقتي انا لما بدخل الابره دي في جوه جلدك مش ما بتحسش، وفعلا بيغز بابره كده يدخلها يدككها في جلده ما يحسش، ويقول له انت دلوقتي بتحلم بكذا كذا كذا، فيحلم فعلا زي ما يقول له انت دلوقتي هترجع بذاكرتك لايام الطفوله وانت سنك 4 سنين، فيرجع فعلا بذاكرته ويشوف الاحلام ايام ما كان طفل وبيعمل ايه ويقول ايه الى اخره. فهو ده باختصار التنويم، انه هو ايحاء من شخص الى شخص اخر، واي واحد ممكن يعمل التجربة دي بشرط ان الطرف الاخر يكون بيثق فيه وبيصدق كلامه. يعني طبعا فكرة التنويم بسيطة، وان الواحد يعمل تنويم لشخص اخر بسيط، وممكن يوم نفسه وهو بص نفسه في المراية، التنويم بقى رياضة بسيطة زي اليوجا، لكن هي بيصل التنويم الى فعله ازاي؟ يعني هي فكرة يعني البروسيس نفسه اسلوب التنويم بسيط، لكن ازاي بيوصل لهذه المؤثرات العجيبة في الطرف الاخر؟ هما ده يدل على ان التنويم بيقرب من منطقة في المخ او في العقل او في النفس البشرية، منطقة حاكمة على ظواهر الصحة والمرض، منطقة ممكن تفبرك الأعراض. بمعنى إيه؟ بمعنى ممكن المنوم بيقول للوسيط وهو نايم، بيقول له دلوقتي أنا هجيب سكينة وإيه وححميها في النار وألسعك بيه، وهو ما بيجيبش لسكينة ولا حاجة، بيحط بس صباعه بس على إيده يقول له أهدي السكينة إيه أنا هلسعك بيها دلوقتي محمية بالنار، بيروح حطتها على إيه على الجلد، فورا الجلد يجيله التهاب ويحمر، وبعدين يفقفق وتطلع له بقليلة زي الحرق. الله، مع انه هو بس عمل كده. الله، ايه الحكاية بالظبط؟ اكن في منطقة جوه النفس ممكن تفبرك اعراض بتحكم كل ظواهر الجسم كلها، صحته ومرضه واعراضه. فهي دي اللغز بتاع اللغز بتاع التنويم المغناطيسي اللي هم مش قادرين يفهموه، واللي هم يدوبك ابتدوا يقربهم من الأعماق بتاع النفس، وإيه حكايتها وعلاقة هذه النفس بالجسد، وإيه حكاية السايكوسوماتيك ريليشن إلى آخره. إحنا مش هنطول عليكم ونخش الأول في الفيلم، لأنه حقيقي مثير وطويل، وبعدين إيه نتقابل تاني إن شاء الله ونشوف مع بعض. ده فرانز أنتون مسمر الطبيب النمساوي
اللي قلنا من 240 سنة كان بيدرس الطب في فيينا وعمل كتاب عن الكواكب وتأثيرها في الإنسان، وكان غاوي يدرس علوم الأسرار والأوكلت ساينسز والمسائل دي ويزاوج بينها وبين العلوم المادية، وعمل نظرية الأنيمال ماجنتيزم أو المغناطيسية الحيوانية، وإزاي إن هي طاقة موجودة في الإنسان وممكن يوجهها ويستفيد بيها. ده عبارة عن العالم الكبير العبقري سير آيزاك نيوتن صاحب نظرية الأسير، اللي هو بيقول إن الكون كله مليء بسائل غير منظور اسمه الأسير، وهذا السائل بيتخلل الكون كله وبيتخلل أجسامنا ويتخلل عقلنا ومخنا وأعصابنا، وعن طريق هذا السائل المخ بيتصل بالأعصاب والأعصاب بالعضلات، وإحنا بنتصل ببعض ونأثر في بعض، وممكن إن إرادة واحد تأثر في الثاني عن طريق انطلاق الطاقة اللي هي الأنيمال ماجنتيزم أو المغناطيسية الحيوانية. ده كلام فرانز أنتون مسمر. دي السالون فاندون واللي كان بيحصل فيه والتجارب اللي كان بيعملها صاحبنا قدام ضيوفه. قلنا ان دي كانت مزيج من الفن والدراما والمؤثرات المسرحية والمؤثرات النفسية، وانه كان بيوصل المرضى لحالات من الهستيريا والتشنج، وانه كان بيستخدم اساليب المفاجأة والرعب والإبهار عشان يوصل المرضى لهذه الحالات. وكان بأكثر من كده كان بيستعمل أساليب آلية عشان أولا ده القبو إيه اللي بيحط فيه الأزايز المية الممغنطة اللي فيها المغناطيسية الحيوانية، وبعدين دي أساليب بيستعملها عشان يرعش أبدان المرضى، عامل طريقة آلية كده بحيث المريض يتربط وبعدين يرعشوه، وبعدين يبتدي استخدام هذه المغناطيسية الحيوانية دي يعني طقوس، يعني عامل طقوس كده غريبة، والبخور والمش عارف ايه والموسيقى والحاجات دي شيء غريب. هيبتدي يرعش المرضى شوف الرعشة دي بقى، وهيدخلهم في حالات رعشة. الرعشة دي كانت بتوصلهم بالفعل لحالات صراعية. لا والغريبة ان هو ايه عامل حكاية المكياج ومش عارف ايه والبخور، زي تمام الكودية لما تقول لك ومش عارف تجيب لك فرخة وتحط دمها فين ومش عارف ايه وتلطخ وشك بايه وحاجات زي كده. شوف بقى هيحط الراجل على السرير وسرير كمان بيتهز من تحت ويطفوا الشمع زي حكاية. شوف الراجل جنن يا عيني، الراجل قاله شوف بقى بيعمل ايه، موجة صراعية تامة، حالة صراعية تامة. كان زي ما قلنا بيدعي كل يعني أفراد الطبقة الراقية الفرنسية والعلماء والمثقفين والحاجات دي عشان يشوفوا اللي بيحصل. اللي بيحصل كان العيانين أغلبهم بيشفوا بيخفوا تمام زي ظاهرة الزار، لأن دي أمراض بتبقى سايكوسوماتيك وأمراض نعرفين إن أمراض اللي سببها الوهم ممكن يشفيها الوهم. فلأن أمراض الطبقة المترافة دي كانت كلها وهمية، فكانت لما يوصلهم للحالات الفظيعة دي ويفوقهم بعد كده يصحوا آخر مزاج ويقول لك يا سلام الرجل ده عمل معجزة، ده رجل ده شيخ كبير فرانز أنتون مسمر. وبعدين بقى إيه زي ما قلنا جه موزار، ده موزار الموسيقي العظيم وكان صديق شخصي ومسمر ويحضر كل يعني حفلاته في البلاس باندو، عمل الأوبرا الشهيرة أوبرا كوزي فانتوتي. الأوبرا دي عن الشفاء بالتأثير المغناطيسي وشفاء الحالات الصراعية والحاجات دي، والطبيب المعالج في الأوبرا سماه بنفس الاسم فرانز أنتون مسمر. فطبعا شوفوا الشهرة قد ايه والدعاية دي، مين يلاقي واحد يعمل له دعاية زي موزار بدعاية ايه بأوبرا، دي حاجة مش معقولة. فطبعا كان حديث المجتمع كله آه
طحنت المسمر وبقى حكاية اسمها المسمرية أو المسمريزم. والأوبرا ده ما خفيف فعلا يعني مش ده المغناطيس في جيبها N و S يعني نورث و ساوث يعني قطب شمالي القطب الجنوبي. ده هتدي المغناطيس لإيه فرانز أنتون مسمر هيمسك المغناطيس ويوجهه للمريض. اهو خد المغناطيس اهو حيداوي بيشوف بيفوق ازاي. هل انتوا الصرع فبي الله يا حاجة غريبة. أول مرة في التاريخ الفن الراقي ده يبقى في خدمة المسخرة يعني حاجة غريبة. ده بقى في عيادة الأسنان بجلاسجو والدكتور ده حيورينا حاجة غريبة جدا. الدكتور ده هيحشي الدرس بتاع البنت اللطيفة الصغيرة دي من غير بنج هيبنجها بالتنويم المغناطيسي. ازاي؟ هو الاول بياخد ثقتها ويقول لها انا النهارده هبسطك وهفرجك على حاجه تجنن. ايه بقى الحاجه دي؟ دلوقتي يعني انا هتشوفي الارانب وهم بيجروا من الثعلب ابو ديل احمر والثعلب بيجري وراهم ويحاول ياخد ارنب منهم وياكله. انت بقى هتشتركي معانا عشان اول ما يجي الثعلب يقرب من الارانب ايه؟ تقومي ترفعي صباعك كده عشان ايه؟ تقول له ارنب خد بالك. بصي شايفه اهو الارانب اهم. شايفه الارانب دول؟ تصوري بقى ان دول ارانب واخد بالك؟ شوفي بقى الظراف ازاي وبيجري وراهم ايه؟ الثعلب ابو ديل احمر. وانت بقى ايه؟ خلي عينك عليهم. خلي عينك على الارانب دول. ما ايه؟ ما تفكريش في اي حاجه غير الارانب لاحسن يا عيني الثعلب ابو ديل احمر هياكلهم. ولما يقرب بنت جميلة لطيفة جدا لما يقرب الأرنب أبو ديل أحمر إيه؟ هتإيه تشاوري له بصباعك ها؟ هترفعي كده إيدك وتشاوري بصباعك الأرنب عشان يطلع يجري وإيه؟ ويستخبى في الشجرة. وفي وأنت بتتفرجي بقى أنا إيه هشوف بقك يا حلوة؟ أيوه ارفعي إيدك ارفعي إيدك أيوه شاوري بصباعك الأرنوب أيوه الأرنوب ده إيه؟ الأرنوب لحسن بعدين إيه؟ الايه الثعلب ياكله. انا بقى ايه وانت بتتفرجي هشوف ايه بقك وعندي ايه مكنه صغيره بيطلع منها الهواء بتصفر كده عشان ايه تنظف كده وخلاص. يعني مفيش اي حاجه ولا الم ولا حاجه خالص نهائي. انت بس ايه خليكي طول ما انت عايشه مع الارانب دول واخده بالك منهم. خدي بالك منهم قوي اوعي تسيبيهم. خليكي مع الأرانب. بصي للأرانب مش عاوزين أي أرنب يقع في إيد الثعلب أبو ديل أحمر. دي أمها ده هي الحاجة صغيرة كده حطها ببقك بيطلع منها هواء وتصفر علشان تنظف البق. لكن يعني مش هتحسي بحاجة خالص. ايوه حبيبتي افتحي بقك ايوه افتحي بقك يا حبيبتي. خلي عينك بصي بعينك على الارانب. بصي بعينك يا حبيبتي على الارانب. خلي عينك على الارانب. انا مش عاوز ايه. هو ابتدى يحفر دلوقتي في الدرس وهي مش حاسه خالص. هي مش حاسه. الدكتور مبسوط منها قوي. هي مش حاسه. شوف بصل فين العين الخضره الحلوه دي. بصل للارانب ومش حاسه. اللي ابتدى يحفر والمكنه دي فظيعه يعني انا بترعب منها.
يعني ومع كده البنت مش حاسة ولا بتعمل أي ما فيش. وصل للمناطق شديدة الحساسية والبنت قاعدة بتحلم في حكاية الأرنوب والإيه والتعلب اللي ده تنويم مغناطيسي. ما هو ده التنويم المغناطيسي بالظبط، بيحاول يركز انتباه البنت ويشدها من الموضوع بتاع السنان وما السنان ويبعدها عن الموضوع ده ويركز عينيها على شيء تاني خالص، وبعدين تغرق وتحلم بقى. وسن ده سن الأطفال، ده سن أحلام. فطبعا بيقول لها بعد ما خلص: ايه مبسوطة حبيبتي؟ ايه رأيك نبقى كمان يومين كده برضه نشوف حكاية الأرانب وجرى لهم ايه؟ قالت له: اه دكتور مبسوطة. حاجة مرعبة، ما حدش يتصور أبدا إن ممكن حاجة زي دي تحصل. ده أنا لما بسمع صوت المكنة دي بأجري. ولها ألم 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 شديد. آه. لكن هي صدقته. هي مسألة إيه؟ مسألة القوة بتاع المنوم مش نتيجة إرادته بتاع الكلام فارغ أبدا، ده هو نتج من إن الطرف الآخر صدقه. وبالتالي القوة الفاعلة هي العقل الباطن بتاع الوسيط نفسه، مش المنوم، لا مش المنوم، إنما العقل الباطن بتاع الوسيط هو اللي خد البنت من التجربة دي وعيشها جوه حاجة تانية خالص اللي هي الحلم. هنشوف نوع تاني من التنويم في قرية إنجليزية. الطبيب هناك بيعمل حاجة اسمها التنويم الجموعي، مجموعة أطفال بينوهم كلهم في وقت واحد ويحاول يعالجهم من الربو ومن ومشاكل المدرسة والتبول اللا إرادي وكل الحاجات دي بيعمل دي. فهو الأول بيقول لهم: يا حلوين، إيه غمضوا عينيكم وتتخيلوا دلوقتي، كل واحد يتخيل إن معاه بالون كبير ملون، والبالون ده فيه شرايط ملونة. إيه رأيك يا جولي؟ البالون بتاعك لونه ايه؟ بتقول له لونه ازرق، والشرايط لونها ايه؟ احمر. وانت يا توم ايه البالون بتاعك لونه ايه؟ يقول له اخضر والشرايط اصفر. وانت يا ستيفن البالون شكله ايه؟ يقول له البالون بني والشرايط لونها ايه؟ اسود. وانت ابراهام انت البالون بتاعك لونه ايه؟ يقول له ابيض والشرايط لونها ايه؟ يقول له مثلا بنفسجي. حلو، دلوقتي يا حلوين كل واحد حاجب له جردة المية قدامه مليان مية، وبعدين حيحط البالون في المية، وبعدين البالون يحاول يعوم، فكل واحد بإيده يضغط على البالون عشان إيه يخليه ينزل في المية. يقوم لما البالون ينزل في المية يرجع يقب تاني، فلما يقب تروح أنت إيه متك عليه بإيدك يا حبيبي، يقوم إيه يغرق تاني في الإيه مية، حيتنه كده يقب ويغرق ويقب ويغرق وإنت بإيدك ترجعه. ها ايوه كده، شوف ايدك، خلي ايدك كده حبيب، ايوه وانت كمان البالون بقى كل ما يقب بترجعه، كل ما يقب بترجعه، كل ما يقب بترجعه. هو عاوز ايه؟ يبعد التشتيت اللي في مخهم ويركز مخهم في حاجه واحده بس. كل واحد بقى ايوه كده، وانت يا ابراهيم برضه يقب ويعمل ويقب ويعمل كده، خليك يقب ويعمل ويقب، ايوه حلو قوي حلو قوي حلو قوي حلو قوي حلو يا حبيبي، ايوه كده، ايوه كله كده، ايوه كله. وبعدين ابتدى ايدكو تتقل، ايدكو تتقل 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 تتقل، وبعدين كبس عليكم النوم ونمتم نمتم نمتم نمتم. وبعدين دلوقتي انتوا على الشط بتحلموا انكوا على الشط قدام البحر والبالون طاير بتتفرجوا عليه ومناظر حلوة قوي على البحر وانتوا على الرمل وهو بتلعبهم. فايه هنبص نلاقيهم هم ابتدوا فعلا يرفصوا برجليهم. شوف البنت بتلعب على الشط ازاي، هي مش صاحي دي نايمة، والولد بيعمل دي ازاي. انتوا دلوقتي ايه بتلعبهم، وبعدين دلوقتي انا هسقف تبقوا في البيت قدام التلفزيون كلكم، كل واحد يتفرج على برنامجه اللي بيحبه. كل واحد دلوقتي بيشوف مفتح التلفزيون على البرنامج المفضل بتاعه. قول لي بقى يا حبيبي، كل واحد يقول لي بقى بيشوف برنامج ايه. انت يا جولي بتشوفي ايه؟ تقول له بشوف فرافيرو.
وانت يا توم بتشوف ايه؟ يقول له بشوف بوجي وطمطم. وانت يا ستيفن بتشوف ايه؟ يقول له بشوف طرزان في الغابة. وانت يا ابراهام بتشوف ايه؟ بتشوف ايه؟ او بيقول له بشوف فرانكشتين. كل واحد بقى يا حلوين يتنوا ويتفرج على البرنامج بتاعه. هيبتدي بعد كده البرنامج التلفزيون يعرض برامج اخرى، هو بينبه خيالهم عشان كل واحد يبتدي يشوف مشاكله بقى، اسقاطات لمشاكله على التلفزيون. اللي يكون رجله بتوجع بيشوف نفسه بيجري، اللي يكون عنده ربو بيلاقي نفسه بيتنفس بحرية، اللي بيكون بيشتكي من تبول لا ارادي بيلاقي نفسه بيتحكم وما بيحصلش دي في الفراش. وايه يقول له انا لما احط ايدي على كتفك هتسمعني يا حبيب، وما تسمعش حد غيري خالص. لما احط ايدي على كتفك هتسمعني. ايوه دلوقتي يا حبيبي انت ايه، انت يا جولي مش نوبات الربو اللي هتجيلك هتبقى مش زي زمان، وهتحس انك بتتحكمي في تنفسك وان ايه هتبقي حالتك احسن. انت يا توم انا دلوقتي انت لما بحط ايدي على كتفك بتسمعني. دلوقتي يا توم انت هتحل مسائل الحساب ومش من غير مشاكل. وانت يا ستيفان انت دلوقتي بتسمعني. انت هتحب دروس الجغرافيا اللي كنت مش طايقها، ومش هتبقى في مشاكل في المدرسة ولا حاجة. انا لما اشيل ايدي من على كتفك خلاص مش هتسمع. انت يا حبيبي يعني هتحس دلوقتي بالنوبة الربوية، لكن تلاقي صدرك بتقدر تتحكم فيه. ايوه شوف النوبة الربوية بتجيلك، لكن المرة دي انت بإرادتك حاول تتحكم، وكأنك بتمسك الشر اللي في صدرك ده وتروح رميه في الارض، وتمسك الشر اللي في صدرك ده كله وتروح رامي كل التعب بتاع صدرك ده في الارض. شوف ازاي ارميه، كمان اكبش من الهم اللي في صدرك ده وروح رميه في الارض. وهتبص تلاقي ايه الشعب بتتفتح وعضلات صدرك بترخي. ايوه ارمي 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 الهم اللي في صدرك ده على الارض. هوب ارمي على الارض. كل مره هتيجي النوبه احسن احسن لغايه ما هتبقى تتحكم فيها تمام، وهتخلص من كل التعب اللي عندك ده. يلا يا حبيبي اقعد اتفرج على التلفزيون بقى. وانت يا ابراهام يعني حكايه التبول اللا ارادي ده اللي هيجيلك خلاص انت هتبتدي تتحكم فيه تمام. قبل ما يحصل انقباض على طول تحت كده يروح قافل البول ما ينزلش. طمن هتحصل كل الحاجات دي. دلوقتي انا هعد من 10 ل 1 تروحوا كلكم صحيين، وهتبقوا صحيين مبسوطين قوي اكنكم جايين من رحلة ظريفة طريفة خالص. يلا نعد بقى. 10 9 8 7 6 5 4 هتصحوا فايقين وحلوين زي الفل. 3 2 1 ايوه هتصحوا حلوين. شوف ازاي صحيوا. ايه رأيكم يا حلوين؟ مبسوطين؟ يا انت يا ابراهام كويس مبسوط؟ بعد كده هتحسوا في البيت ان كل المشاكل بتاعتكم بقت احسن، وان بتقدروا تتغلبوا على الحاجات اللي تعباكم، ولما تفتكروا التنويم المغناطيسي هتبقوا مبسوطين قوي. هتحكوا لبابا لماما، وماما بقى التنويم المغناطيسي هتقول لها ايه يا ابراهام؟ بيقول له هقول له هقول لماما انها حاجه حلوه.
بعد كده هنشوف نوع تاني من التنويم المغناطيسي للكبار. المنوم هنا هيطلب واحدة متطوعة ينومها، وبيقول لهم ان التنويم فكرته بسيطة خالص، فكرته ان انا بأبعد الوسيط عن الحالة المشتتة اللي هو فيها وخليه يركز معايا انا. وحكاية التركيز دي كلنا جربناها، ان احنا نكون سايقين عربية على طريق وبعدين فجأة نسرح، يا ترى ابني عمل ايه، ويا ترى صحي، يا ترى كل، يا ترى لسه عيان. فمجرد ان انا بعد السرحة دي ارجع تاني للسواقة اكتشف ان انا مش عارف انا عديت على المحطة اللي عاوز اروح لها ولا ما عدتش، لان في الواقع انا نمت، انا لحظة ما ركزت في موضوع اخر نمت عن السواقة، بقت السواقة اوتوماتيكية، يعني بسوق برضه لكن اكن في سواق اوتوماتيكي بيشوف اوتوماتيكي، لكن طيار الوعي مشي في طريق تاني خالص، هو ابني جراله ايه. هي نفس الفكرة التنويم، ان انا بنقل تيار الوعي من التشتيت للتركيز، وبالطريقة دي بقدر اثر في الوسيط. فاحنا نشكرك انك انت هتتطوعي، ودلوقتي انا بحب اكد لك يعني ان انا هنومك، لكن في نفس الوقت مش هطلب منك شيء ما تحبهوش، ومش هاخد منك اعتراف ما ترضيش تعترف بيه، مش هطلب منك تبوحي بسر، او مش هضرك ومش اي حاجة، احب انك تكون واثقة فيا ثقة لا نهائية تمام. هنبتدي التجربة. اولا ركزي في صوتي، انسي كل حاجة بقى حوالينا دي وركزي في صوتي بس، اكنك مش سامع اي حاجة غير صوتي. وبعدين خدي وضع بقى مريح، استرخي خالص، سيبي دراعتك على ما تصلبيش رجليكي، افردي رجليكي، خليكي في وضع ريلاكسد خالص مسترخي جدا، وخلي تنفسك منتظم، وحاولي تهدي بقى، تهدي هدي هدي هدي، خلي تنفسك بطيء، وغمضي عينيكي، غمضي عينيكي. دلوقتي انت جسمك مسترخي خالص، مش حاسة بأي حاجة، فيش إلا صوتي أنا بس والإحساسات اللي بتجيلك من أطرافك. ممكن الواحد يبتدي يصرخي يحس بأنه رجلي دافية أو دي دافية، ما فيش إحساسات غير حاجات كده جايالك من جواكي، أو صوتي، ما فيش حاجة أبدا غير صوتي أنا. أنت مش سامع أي حاجة غير صوتي. دلوقتي انت لو رفعت ايدك هتحس انها اكنها بتعوم، اكنها بتعوم، وكان ايدك خفيفة. ولكن في حاجة بتشدها لفوق، حاجة زي كده هيوريها بقى الحكاية، ان في حاجة زي كده بتشد ايدك لفوق وايدك بتطلع معاه، ايدك بتطلع معاه، ايدك بتطلع معاه، لسه في حاجة بتشدك، وايدك عايمة، عايمة من غير تقل خالص. عايمة خالص من غير تقل. انت ايه دلوقتي حاسة بايه؟ هتقول له حاسة بدفء. في حاجة تانية غير الدفء في الايد؟ في حاجة تانية حاساها غير الدفء في الايد؟
هتقول له حس التنميل، هيقول لها دلوقتي انت ايدك منملة ونفسك ترجعيها لكن مش قادرة، انت نفسك ترجع ايدك ومش قادرة مش كده، ايدك تقيلة قوي. تقول له اه صحيح، لكن انا حساعدك دلوقتي، هقول لايدك ترجع فهترجع تطوعني وترجع كده مبسوطة بقى، ايدك ترجع كده ايه مسترخية خالص. هو عمل كل الحاجات دي عشان يشد انتباهها وياخد همتها معاه عشان يبقى هو وهي حتة واحدة بقى، طيار الوعي يتصل يبقى هما الاثنين حاجة واحدة. دلوقتي بيقول لها انا ايه نفسي تفتكري في الماضي وانت طفلة وتختاري سنة كده فيها حوادث لطيفة سارة وتحكي لنا، ايه رأيك؟ هي بتقول له ده في حوادث سارة كتير. قال لها طيب نقول مثلا سن 7 سنين مثلا، ترجعي سن 7 سنين. دلوقتي ايه رأيك؟ فبتقول له فعلا ده حادث سر قوي لما اختي اتولدت سن 7 سنين، وكان حتى دي كانت ولادة مبكرة وفوجئنا بيها، وكان بابا مش موجود فبقت في ربكة في البيت. انا فاكرة دلوقتي والمنظر قدامي اهو، هيوصل بيها من الاندماج انها تعيط. شوف الدموع نزلة ازاي من عينيها، لان طبعا الاب ما كانش موجود والاخت بتولد والولادة مبكرة فكانوا مربوكين. شوف الذكرى معاها بكاء، الدموع نزلة قد كده، الاندماج الشعوري الرجوع قدر يرجعها فعلا بشكل شامل للتجربة. فبيقول لها اشكرك انك انت معانا قوي وانك انت بتعيشي التجربة دي مرة ثانية، ارجو انها تكون انتهت على خير. بتقول له فعلا انتهت على خير، واختي اتولدت كان يوم حلو قوي. انتم ملاحظين ان هي ال 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 الفكرة كلها مش بقوة المنوم على الوسيط ابدا، المنوم بس بيحاول يكسب ثقة الوسيط ويركز انتباهه، لكن بعد كده القوة الفاعلة هي العقل الباطن الوسيط نفسه، هو اللي هيئ الحلم وهو اللي رجع البنت للحالة القديمة دي وهو اللي وصل بها الى درجة الدموع. فهي دي كلها نشاط داخلي، مسرح داخلي البطل فيه مش المنوم انما العقل الباطن للست اللي قاعدة دي. واللي قلنا ان التنويم بيوصل للمنطقة الحاكمة في العقل الباطن اللي هي بتعمل ظواهر الصحة والمرض والتذكر والفرح والسعادة وكل ده، لدرجة ان هي المنطقة اللي بتفبرك الاعراض. قلنا بتفبرك اعراض من غير ما يكون في اسباب لهذه الاعراض، اللي هي زي ما حكينا عنها المنطقة السايكوسوماتيك اللي هي في الوسط بين علاقة النفس بالجسد. بيقول لها حيقول لها دلوقتي انا هعد من 3 لـ1 فهتصحي، وهتصحي فريش جدا وهتصحي فاكرة اللي انت شفتيه في الحلم. بتصحى فعلا. ولا ايه رايك في التنويم ده بقى طبيب امراض جلديه وممارس للتنويم بيحكي عن تجربه عجيبه مع مريض بالصدفيه جاله، كان الصدفيه عنده حاده جدا لدرجه ان وشه كان متغطي باكثر من 20 منطقه من القشر، والقشر بيقع وينزل دم وكان شكله بشع بشع. فهو اول حاجه قالها له، قال له انا ما اقدرش اعالجك باي علاج ادويه، وشك بالحاله دي مش ممكن.
يعني انت ما رحتش لأطباء تانيين؟ قال له انا لفيت الدنيا كلها وسافرت للبلاد اخف مش عارف اخف. قال له انت جربت التنويم المغناطيسي؟ قال له لا ما جربتش، انا مستعد اجرب حاجة بس اخلص من الهم اللي انا فيه. قال له طيب انا هنجرب معاك التنويم المغناطيسي. وبعد جلسات قليلة رجع وشه زي الطفل زي ما احنا شايفين. حكاية الراجل ده ايه بالظبط؟ حكايته انه هو ضابط مدفعية في الطيران، وفي الحرب اتضربت الطيارة بتاعته ونزل بباراشوت في منطقة الأعداء، وكان بالنسبة له صدمة فظيعة جدا لدرجة انه قعد 3 ايام ما ينامشي وما ياكلش. وبعد الثلاث ايام ابتدت تظهر عليه اعراض الصدفية، وخدت رجليه الاول بقت رجليه شكلها بشع بشاعة فظيعة ومتغطية بالقشر، والقشر بيقع والدم ينزل ومفيش علاج بينفع، ولف على الدنيا كلها مش عارف يخلص من الحالة دي. وحيورينا الوقت صورة لرجليه ايام اول ازمة من ازمات الايه الصدفية. بيقول له وصل بيه الحال ان انا بقتش ليا حياة اجتماعية ولا حياة جنسية ولا حياة زوجية ولا حياة عائلية ولا اي حاجة، بقيت زي الكلب الاقرب اللي محدش بيقرب له، وبقيت عايش في عزلة وعايش في انطواء فظيع. ويعني كانت بالنسبة لي شيء. حيورينا بقى الصورة بتاع رجليه، شوفوا رجليه كل ده متغطية الرجلين والفخدين. فطبعا كان مراته بتتجنبه واهله يتجنبوه، متصورين ان ده حاجة معدية، وهو بقى راجل غلبان منطوي على نفسه. الدكتور بيقول له كنت بتعمل ايه؟ قال ما لقيش طريقة غير ان اتكيف بالهم بتاعي واعيش معاه. هو بيقول ان التنويم المغناطيسي ساعده. دلوقتي الحالات بترجع لكن على خفيف وفي فترات متباعدة. ويقول ان الطبيب نصحه يعني تمرين استرخاء يومي، يعمل ريلاكسيشن، وانه يغير موقفه من الحياة كلها، ما يبقاش موقف توتر وخوف وقلق وتشاؤم، يحاول يتكيف ويحاول يبقى في موقفه من الحياة موقف قبول. انه واضح ان الدكتور اكتشف ان المسألة سايكوسوماتيك، الاعراض دي كلها سايكوسوماتيك يعني نفسية جسدية، وان الموقف النفساني هو مسؤول عن كل الاعراض اللي حصلت. لان حتى البداية بتاع المرض نفسه صدمة، انه هو ينزل بباراشوت من الطيارة وتتضرب الطيارة وينزل في وسط الاعداء، وهو ما تحملش ده جهازه، ما تحملش ده. فانطلاق الاعراض كلها كان انطلاق بدءا من موقف نفساني ومن صدمة نفسية. هنشوف حالة أخرى. هنا المريض عنده حالة أفونيا. أفونيا يعني يبقى الحنجرة سليمة لكن المريض ما بينطقش، مش قادر ينطق خالص، ويجي يفتح بقه وما يطلعش منه صوت بالرغم ان الأعصاب والحنجرة كلاهما سليم. هذا الشخص برضو كان نتيجة صدمة، لأنه كان متعلق بأمه جدا وكان عايش معاها 40 سنة. فلما جه مرة في مشوار طلع يقضي حاجة، فهي البيت شاب فيه حريق، والأم اختنقت بالدخان وجالها شلل وماتت. فرجع من يوميها وعنده إحساس بالذنب، وأنه هو المسؤول عن اللي جرى لأمه، وأن يعني لو ما كانش سابها ما كانش حصل اللي حصل له، وانه يستحق العقاب، وانه هو مذنب، وانه ومن ساعتها فقد صوته تماما. الدكتور بيحاول يطلع منه كلمة مش عارف، بيقول له حاول تتكلم، طب قول، حاول انطق اي حاجة، حاول مش عارف. شو بيحاول ازاي؟ ما فيش. بيقول له طيب انا انت سليم وانا هخليك تتكلم وانت نايم مغناطيسيا، ومراتك هتسمع انك بتتكلم.
دلوقتي انا عايز منك تسترخي، ركز في نور اللمبة اللي فوق ده، خلي عينك عليه، بص عينك على اللمبة، انسى كل حاجة، ارخي جسمك، تنفس بهدوء، سيب روحك خالص وغمض عينك. انت نايم دلوقتي، انت نايم دلوقتي، ودلوقتي ايه، انا هقول واحد اتنين تلاتة، هتحلم، هتخش عليك امك الله يرحمها، هتلاقيها ايه قدامك على السرير وتكلمك، واحد اتنين تلاتة، اهلا ازيك، انا ماما، ازيك يا جيمي، اخبارك ايه، ازيك، هو بيحاول، هيحاول يفتح بقه، هنسمع دلوقتي صوته لاول مرة، ازيك، رد عليا. Nice to see you, Ken. ابتدى صوته يطلع. انت مالك دلوقتي؟ بتشتكي من حاجة؟ بيقول لها مش قادر اتكلم. How are you? لكن صوته طلع. صوته طلع بنسمعه. Yeah. ليه ما انتش قادر تتكلم؟ Good. عشان الحكاية بتاع اللي حصلت والحريق وبتاع، انت مالكش ذنب في الحكاية دي يا حبيبي، ده قضاء وقدر، الأعراض اللي عنك دي هتخف ان شاء الله، ما فيش اي حاجة، طمن طمن، انت بخير. اتكلم اخيرا، صوته طلع. Whatever for? What are you in prison for? Lying, Dad. Did you let me down? Yeah. And they put you in prison for that? Yeah. How long for? 5 years. زي ما شفنا التنويم المغناطيسي حكايته بسيطة قوي وممارسته بسيطة جدا، كل المطلوب فيها ان يبقى الطرف الاخر بيصدقك، وانك تنتزعه من حالة التشتت، وانك تدخله في تركيز شديد حول نقطة معينة، تعيشه فيها وتعمل نوع من الايه، اتصال تيار الوعي بينك وبينه، ساعتها هتأمره بأي حاجة ينفذها على طول. انت نايم ينام، انت مش قادر تشيل دراعك، ما يقدرش يشيل دراعه، انت بتشوف الحلم الفلاني، بيشوفه الى اخره الى اخره. وقلنا ان المشكلة في التنويم المغناطيسي مش في الاسلوب، لان الاسلوب سهل وممكن اي واحد منا يمارسه. نمرة اتنين، مش صحيح ان اللي بيحصل نتيجة قوة المنوم وتأثيره على الوسيط، ابدا، المنوم بس بيخلق فرصة انه يطلع الوسيط من التشتت ويدخله في حالة تركيز، انما كل الحاجات اللي بتحصل للوسيط، كون انه ما يحسش بغزة الابرة، كون انه لما تقوله ان هلسعك بمش عارف ايه وتحط صابعك فتيجي اعراض اللسعة كلها مع ان ما لسعتوش، تدب ابرة ما يحسش بيها، تقوله انت بتحلم بكذا بيحلم، كل ده نتيجة فعل العقل الباطن للوسيط نفسه. القوة الفاعلة الحقيقية اللي بتعمل المعجزات في التنويم المغناطيسي ما هياش قوة المنوم، لكن قوة الوسيط أو العقل الباطن للوسيط. وإن التنويم قرب من المنطقة الحاكمة، المنطقة الحاكمة في العقل الباطن للوسيط، وهذه المنطقة اتضح أنها بتسيطر على الصحة والمرض وعلى الظواهر والأعراض اللي بتلم بالإنسان كله، وبالتالي أصبح فعلا في إمكان التنويم المغناطيسي أنه يعالج نوعية معينة مش من الأمراض، مش كل مرض، ما يقدرش التنويم المغناطيسي يعالج إيدز ولا يعالج ديزنتيريا ولا يعالج سل ولا يعالج، لأن دي تلفيات حصلت خلاص، إنما هو المنطقة بتاعته خاصة بأمراض الوهم، لأن المرض اللي سببه وهم ممكن نعالجه بالوهم، واضح؟
فهو منطقته هي سايكوسوماتيك ديزيز، المنطقة النفسية اللي هي الأعراض اللي سببها الصدمات النفسية. مثلا عشان كده لقينا ان التبول اللا إرادي اللي سببه صدمة ممكن يشفى، انما التبول الإرادي اللي سببه التهاب في المثانة ولا حاجات تلفيات موجود ماش ممكن. وعشان كده خطر جدا ان اللي باشر التنويم يكون حد ما هوش ملم بالطب البشري. اللي بيمارس التنويم المغناطيسي لازم يكون طبيب بشري درس تشريح ودرس طب وطلع من كلية الطب ودرس خد دبلوم أمراض نفسية، لازم يكون عنده الحاجتين دول. ليه؟ لأن لو كان أي حلاق ولا هلفوت ولا مش عارف أي بتاع سباك يجي يمرم وحينوم برضه، ممكن أي حد ينوم، اي واحد بيشتغل في الارشيف ممكن ننومه، مش عاوزه مواهب بقى، لان هي الفكره انك ما دام صدقته هتنام. لكن هذا الشخص اللي هو ما هواش مؤهل، ممكن لما انا اروح له وبشتكي بمغص ممكن ينومني ويخفف المغص فعلا، لكن ايه رايكم بقى ان المغص يكون سببه زايده دوديه وتنفجر الزايده وتوفى بعد كده؟ كارثه. أو مثلا بيروح له عيان بيشتكي من صداع فيعمل له تنويم مغناطيسي فبيخف الصداع، ممكن مش مشكلة، لكن يكون الصداع في السعادة سببه ورم في المخ فيؤدي إلى وفاة المريض مثلا. تفرق بقى لو كان طبيب، لو كان طبيب دارس طب، واحد راح له قال له أنا بشتكي من صداع حاد وزغللة وبشوف الواحد اتنين وبيجي لي قيء وبتقايا، يعرف على طول إن هي مسألة خاصة بالمخ، فيقول له عاوز أشوف كشف على قاع العين، فيلاقي بابليديما فيعرف ان دي حالة ايه ورم في المخ. تفرق بقى، فما يخشش بقى بالتنويم المغناطيسي وكلام الفارغ، ما ينفعش التنويم المغناطيسي يودي في داهية. او مثلا واحد يجي بصداع شقي مؤلم فظيع جدا وده صاحبنا برضو، اي واحد ما بينوم الشغلانة بقى فينوم فما يروح الصداع او يخف شوية، ويكون الصداع الشقي سببه خراج تحت الدرس او تسويس في الاسنان او بتاع عاوز جراحه، يعني مش تنويم مغناطيسي، ما ينفعش. عشان كده التنويم المغناطيسي مهنه، عشان يبشرها صاحبها لازم يكون طبيب، ميديكال دكتور، راجل طالع من كليه الطب دارس ودارس كمان علم نفس، لان هي التنويم المغناطيسي داخل في المنطقه الوسطى بين الاثنين سايكو سوماتيك، جسم ونفس، فلازم يكون عارف الحكايه دي. بعدين الحاجة التانية اللي هي مثلا ايه، اما نجيب منوم مغناطيسي يعني عشان نشوف مين اللي سرق الاسورة الدهب، ويجيبوا ايه واحد ينوم ويسألوا الوسيط مين اللي سرق الاسورة الدهب بتاعت اختي، يقعد بقى انا شفت طبعا الحاجات دي جلسات بالشكل ده، حكاية مين اللي سرق الاسورة الدهب وجدي مخبي الدهب فين وقبر الاسكندر فين وحاجات زي كده، كله ده بكش وكلام فارغ، والتنويم اللي بيدعي معرفة المستقبل ده دجل من أول لآخره، وأنا حضرت بقى الحاجات دي بنفسي وكلها كذب في كذب في كذب، مفيش خالص. فالتنويم المغناطيسي له مجال، وبعدين أهم من كده إن هو بيكشف عن حاجة سر من أسرار النفس البشرية، يعني ده اللي أهم من كل اللي شفناه، ان التنويم المغناطيسي يكشف عن وجود منطقة حاكمة جوه العقل الباطن، هذه المنطقة بتهيمن على صحة الانسان ومرضه وممكن تفبرك الاعراض، وممكن تفبرك الاعراض. فدي غريبة، يعني هو عقل الانسان او مخ او عقل الباطن او النفس البشرية تصبح في سعادة لغز وتصبح في سعادة مليئة بكنوز هائلة لو قدرنا نفهمها ونتحكم فيها. احنا يدوبك بنقرب كده بنخربش كده بالازميل من بره، انما لسه احنا فين؟ وصدق الله العظيم في الآية القرآنية العظيمة وفي انفسكم افلا تبصرون، لان فعلا النفس فيها مجاهيل وفيها ايات قطعا حتتكشف لنا مع الزمن عن عجائب. والى حلقة قادمة باذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله.